مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء، شوط الختام واخر تحديات الثنايا لهذا الصباح، والذي اعلنت عن بدايه نهايه هذه التحديات، وتحدينا الثاني عشر والمخصص للابكار المهجنات الاصايل لابناء القبائل، ومسافتنا الحاضره هي 5 كيلومترات من هنا من أرضية ميدان التلة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. فأتمنى التوفيق والناموس والسلامة لجميع المشاركين، ولا يسعني في هذه اللحظات إلا أن أشكر جميع اللجان التي تعمل بجد واجتهاد لتقديم وتنظيم هذه الانطلاقات، فشكرا جزيلا. وأيضا أشكر القيادة العامة لشرطة عجمان على حسن تنظيم المسار داخل وخارج الميدان، وأذكر بأن التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات مع بشاير، مع أول انطلاقات أبناء القبائل بشعار محمد بن عتيق بن علي الكتبي، 8 دقائق 10 ثواني 41 جزءا من الثواني. أبدأ مع الشاهينية والمركز الأول والرقم 1 عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن حارب آل مهيري، من يقدم لنا الشاهينية مع أول المراكز. أما ثانيا والحامل الرقم 17 غير مدونة عندي بالكشف، انتقل لثالث المراكز لأتابع شف محمد بن خليفة بالهول آل مهيري، حاضر بشعاره واسمه ليقدم لنا شف ثالث رابع المراكز. هذه مزون علي بن سالم المهبوب الشحي، حاضر مع مزون. وخامسا نوايا يا بن كردوس، حاضرة مع خامس المراكز محمد بن سالم بن كردوس العامري. وأيضا من وصلت في هذه اللحظات ايضا اتابع الوصول في هذه اللحظات الظبي مبارك بن راشد بالحباله الكتبي، والنايفه مع ابو مبارك تحركت ووصلت في هذه اللحظات. محمد بن مبارك بن محمد الغفلي، وعاشرا لاختم نداؤنا الاول مع الشبابيه وسلاله الشبابيه محمد بن سلطان بن درويش المنصوري. هكذا هي النتيجه ونداؤنا الاول يا ملاك ويا مضمرين، ذعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام. لاعود
إلى الصدارة والمركز الأول. لا زالت الشاهينية مع بن حارب المهيري تقود المسار، واثنين كيلومتر يا ملاك ويا مضمرين. حتى هذه اللحظات حارب بن سعيد بن عبد الله بن حارب المهيري، لكن نجود مع الغنامي مع الشاعر حاضرة مع ثاني المراكز. حتى هذه اللحظات بدأ التغيير مع شف محمد بن خليفة بالهول المهيري، غير الأمور لينطلق مع ثاني المراكز. مزون حاضرة، مزون واصلة مع رابع المراكز علي بن سالم المهبوب الشحي، وأيضا تحركت نوايا بن كردوس ناوي على نية، ناوي على الانتصار. محمد بن سالم بن كردوس العامري وكذلك الضبي مع محمد بن مبارك أو محمد مبارك بن راشد بالأحباله الكتبية، حاضر بشعاره. هكذا هو نداؤنا الأول يا ملاك ويا مضمرين، دعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام. العودة دائما وأبدا نحو الصدارة والمركز الأول. الله الله، لا زال بن حارب المهيري يحارب الجميع ليضمن الانتصار، ليضمن الرقم واحد. حتى هذه اللحظات واقتربنا من لوحة الإعلان، الكيلو الأخير، الكيلو المثير يا ملاك ويا مضمرين. روحت الشاهينية حارب بن سعيد بن عبد الله المهيري، والشف مع بالهول واصلة وحاضرة مع المهيري، ونوايا محمد بن سالم بن كردوس العامري، والتحرك والوصول من قبل مزون مع رابع المراكز. لكن العودة دائما وأبدا مع الشاهينية بهذا العرض الرائع والجميل، تسيطر على زمام الأمور منذ الانطلاق. وحتى هذه اللحظات تحركت نوايا، تحرك بن كردوس ومزون واصلة مع الشحي وآخر الأمتار. الله الله، 400 متر هي الفاصلة ما بين المهيري وبين العامري وبين الشحي، من سيكون صاحب الانتصار؟ الله 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 الله، نوايا واصلة، نوايا ناوية على الانتصار، ناوية على المركز الأول. حتى هذه اللحظات لكن الشاهينية بدت هراس وتنهي هراس مع شوط الختام. حارب بن سعيد بن عبد الله بن حارب المهيري، سلام سلام، تحية واحترام. نوايا ثانيا محمد بن سالم بن كردوس العامري، ثالثا مزون علي بن سالم المهبوبي الشحي، ورابعا من وصلت وتقدمت في هذه اللحظات الظبي مبارك بن راشد بن حبالة الكتبي، وخامسا كانت شف محمد بن خليفة بالهول المهيري. التوقيت الأفضل 8:09 43 جزءا من الثواني توقيت الشاهينية. حارب بن سعيد المهيري، تهانينا والناموس لك ولجميع الفائزين في جميع التحديات. إلى الملتقى في يوم الغد مع الحولي والزمول، إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.